طيب الله يعطيك العافية يا رب. معك المهندس محمد خريشة، سايبر سيكيورتي مانجر في شركة باز. نحن حاليا أنا مسؤول أمن المعلومات بشركة باز، وإحنا شركة سوشيال ميديا نتورك وبلاتفورم عربي مثل فيسبوك وتويتر وكذا، بس مبني من عرب للعرب. اليوم إن شاء الله راح أكون معكم بسيشن راح يكون في جزء منها ثيوري وجزء منها براكتيكال، يعني بعض اللابات هيك الخفيفة اللي هي حول الاكتف دايركتوري اتاكس، و برضو راح نحكي عن بعض الميتيجيشن تكنيكس لهي الاتاكس. بداية يعني بس خلنا اعرف بنفسي، انا محمد خريشة، صار لي خبرة تقريبا 13 سنة او اكثر بمجال الاي تي بشكل عام ومجال السايبر سيكيورتي بشكل خاص. وزي ما حكيت انا سايبر سيكيورتي مانجر في شركه باز، ايضا انا الاواسب عمان شابتر ليدر، الليدر تبع اواسب بالاردن هون بعمان، يوتيوبر بلوجر وسي تي اف ميكر، ايضا هاي بعض الشهادات اللي انا حاصل عليها بمجال السايبر سيكيورتي. بدايه قبل ما نبدا، انا كنت حاب صدقا اني اكون معكم فيزيكلي، يعني وجها لوجه مش اونلاين. بحبش المحاضرات الاونلاين رغم انه عندي يعني تجربه كبيره جدا من 7 سنوات انا بعمل محاضرات اونلاين وبتابع مع الاشخاص، ولكن كنت حاب انه المحاضره او السيشن هاي يكون وجها لوجه، بيكون الـ يعني التعامل والاسئله والتفاعل بيكون افضل من هيك بكثير، ولكن قدر الله ما شاء فعل هيك الكورونا يعني بسبب الجائحه، فاضطرينا انه يكون كل شيء موجود بالعالم صار اونلاين، كل المؤتمرات الموجوده بالعالم صارت اونلاين. فخلينا نبدا. هاي الاجنده اللي راح نحكي عنها يعني بالمحاضره اليوم، راح نحكي مقدم عن الاكتف دايركتوري، راح نحكي عن الاوثنتيكيشن تكنيكس وبروتوكولز الموجودات بالاكتف دايركتوري، راح نحكي عن كيف انا بعمل انوميريشن للاكتف دايركتوري لحتى احصل على انيشال اكسس على الاكتف دايركتوري. شفت الاسئله بالبدايه، كان في احد الاشخاص كاتب انه كيف انا بدي ادخل بالبدايه للنتورك تبعت الجهه تبعت التارجت، فراح نحكي عن هاي الامور، كيف انت تدخل، شو التكنيكس، شو الاساليب اللي ممكن انت من خلالها بالبدايه تحصل على انيشال اكسس داخل النتورك هاي، بعدين تبدا تحاول ترفع صلاحياتك وتعمل اشهر الاتاكس اللي موجودات عندك. راح نحكي عن الكيربرس بروتوكول، وراح نحكي عن واحد من الاتاكس المشهوره على الكيربرس بروتوكول اللي هي الكيربرستنج، راح نحكي برضو عن الكريدنشال دامبنج، كيف انا اعمل دامبنج للكريدنشالز اللي موجوده بالميموري بعد ما يعني هاي تستخدم بعد ما انا احصل على ادمنستريتور على سواء دومين ادمن او لوكال ادمن على السيرفر، على السيرفر بحاول اعمل دامبنج لاي يوزر عامل لوجن على الجهه الاجهزه، دامبنج للباسورد تبعته. ايضا راح نحكي عن التكنيكس او تو تكنيكس لهم علاقه بالاكتف بالكيربرس بروتوكول، هم السيلفر تيكت والجولدن تيكت، راح نحكي عنهم كيف الاتاكر، شو اختلافات بيناتهم وشو الاتاكر ممكن يعمل من خلالهم، واخر شيء راح نحكي عن الميتيجيشن تكنيكس. فاحنا راح نحكي يعني زي ما حكيت جانب من المحاضره راح يكون عباره عن جزء نظري، وجانب من المحاضره والجانب الاخر راح يكون فيه هيك بعض اللابات العمليه لبعض الاتاكس. انا كنت حاب انه تكون المحاضره اطول من هيك لحتى نحاول نطبق كل الشغلات الموجوده او اتاكس اكثر من الاتاكس اللي انا حاطها بالمحاضره تبعتي، ولكن صدقا اذا بدنا نطبق كل اتاكس بدنا 3 اضعاف او 4 اضعاف المحاضره هاي عشان نقدر نطبق كل الاتاكس كثيوري وكبراكتيكال. بالبدايه ايش هي الاكتف دايركتوري؟ او قبل ما نحكي عن ايش هي الاكتف دايركتوري، في ناس كثير يعني حابين يدخلوا بمجال التاكس على الاكتف دايركتوري، او خلينا نحكي بيطلق عليه الريد تيمينج يعني بموضوع الاكتف دايركتوري، بيكونوا عندهم خبره بالبنتريشن تيستينج ولكن عندهم ضعف بموضوع الاكتف دايركتوري، فهم مش عارفين شو هي الاكتف دايركتوري، كيف تشتغل، شو الاتاكس الموجوده عليها. فالمحاضره هاي انا اتوقع حطوها بالمؤتمر على الرابط على موقع المؤتمر، انه هاي المحاضره للناس البروفيشنال، بس مش بروفيشنال بالاكتف دايركتوري، البروفيشنال بمجال البنتريشن تيستينج والريتيمينج، ولكن اللي حابين يدخلوا بمجال الاكتف دايركتوري وحابين يتعرفوا على الاتاكس وكيف الهجمات اللي ممكن تصير بالاكتف دايركتوري لعده اسباب. اول شيء ايش هي الاكتف دايركتوري؟ الاكتف دايركتوري نقدر نحكي انها هي عباره عن تكنولوجي بتحتوي على معلومات عن كل الاوبجكتس الموجوده بالشبكه لاي اورجنايزيشن، سواء كانت هاي الاوبجكتس
يوزرز مستخدمين يوزرز يوزر نيم وباسورد كريدنشال تبعتهم معلومات عن اليوزر كانت عباره عن الجروبات شو اليوزر الفلاني موجود بالجروب الفلاني مثلا عندك قسم الاي تي قسم الفاينانشال قسم الاتش ار وكذا عشان تعطي بيرميشنز واوثوريتيز لهم او اوثرايزيشن لهم ايضا الكمبيوترات او الاجهزه الموجوده بالنتورك عشان تعملهم تشبكهم مع النتورك ويكون في عندك تقدر تتحكم فيهم تقدر تحط عليهم بوليسز وامور هاي وريسورسز اخريات اي ريسورس اخر زي شيرد فايلز وفولدرز زي البرنترات او غيرها فهي عباره عن تكنولوجي بتحتوي لك كل الامور هاي كل الاوبجكتس الموجوده بالنتورك تبعت الاورجنايزيشن فكرتها انه تعطيك بيرميشنز و اكسس وبيرميشنز كيف يعني اكسس انه تعطيك اكسس انه تقدر توصل لشغلات معينه او مش مسموح لك توصل يعمل لوجن او اوثنتيكيشن ففيها جوات الاكتف دايركتوري بروتوكول من البروتوكولات المستخدم الاكتف دايركتوري اسمه الداب او لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول هذا البروتوكول بيعمل ثلاث شغلات اساسيه اللي هي اوثنتيكيشن واوثورايزيشن واوديتنج اوثنتيكيشن انه بكون في عندك الكريدنشلز تبعت اليوزرز لحتى تعمل اوثنتيكيشن من خلالهم على الريسورسز او الاوبجكتس الموجوده بالنتورك تبعتك بالاورجنايزيشن نتورك الاوثورايزيشن شو كل يوزر من هاي اليوزرز او كل اوبجكت من هاي اوبجكت معه بيرميشنز والله في يوزر بيعطيه مثلا والله ما بيقدر يعمل انستول لسوفت ويرز عنده على الجهاز في يوزر ممنوع حتى على مستوى ويغير الساعة أو غيره فبعطي permissions أو authorities حسب هاي الأمور فكل اللي بيعمل لي هاي الشغلات مين هي الactive directory كمان الactive directory 95% من أشهر 1000 company موجود عندها يعني تقريبا 950 company من أشهر 1000 company موجودة بالعالم موجود عندها active directory فشوفوا قديش في استخدام كبير بالعالم بالشركات الكبيرة وحتى الصغيرة أو المتوسطة بتستخدم Active Directory اللي ما فيها من خصائص كثيرة الاكتف دايركتوري زي ما حكيت قبل شوي بتعتمد على مجموعه من التكنولوجيز ومجموعه من الفيتشرز زي الالداب بروتوكول زي الدي ان اس بروتوكول وغيرها من انواع البروتوكولات الاخرى فهي بشكل بسيط هي الاكتف دايركتوري طيب خلينا نحكي الان عن الاوبجكتس الموجوده بالاكتف دايركتوري الاكتف دايركتوري اذا انت قدرت تدخل على نتورك شركه وتقدر تحكي مع الاكتف دايركتوري سيرفر عن طريق بروتوكول الداب او الدايركتوري سيرفيس يعني انت بتقدر تستخلص جوسي انفورميشن من هاي الاورجنايزيشن تقدر تستخلص معلومات كثيره فيها سنسيتيف انفورميشن معلومات ممكن تفيدك انت لحتى توسع صلاحياتك داخل النتورك وتزيد من عمليه من الاجهزه اللي صار يصير لها كومبرومايز داخل النتورك تبعت الاورجنايزيشن اللي دخلتها فالاكتف دايركتوري بالاوبجكتس الموجوده فيها في ريسورس كثيره ممكن يكون زي ما حكينا قبل شوي فيها دومينز فيها كمبيوترز فيها يوزرز فيها جروبس كونتينرز في عندها شيء اسمه اورجنايزيشن يونت وحدات تنظيميه وغيرها تمام فبنقدر نحكي اي فيزيكال انتيتي موجود سواء كمبيوترات بي سي لاب يعني طابعه او غيرها بتقدر تضيفه على الاكتف دايركتوري فهاي باختصار الاوبجكتس الموجودات بالاكتف دايركتوري بس لو بدنا نيجي ننظر للاكتف دايركتوري من منظور اوسع من هيك الاكتف دايركتوري بيحتوي على شغلات اكثر من هيك مش فقط بيحتوي على شيرد فولدرز وشير فايلز وبي سي كمبيوترات وكذا لا بيحتوي على سيرفيسز الان انت لما يكون في عندك شركه والشركه تبعتك فيها سيرفرات زي ميل سيرفر اللي هو الاكسشينج سيرفر عندك شير بوينت سيرفر عندك سكايب سيرفر تبع السكايب عشان تعمل فويس اوفر اي بي وكذا عندك الابلكيشن على الاجور على الاجور عندك الاوفيس عندك الاس كيو ال سيرفر عندك ويب سيرفر اللي هو الاي اس سيرفر هاي السيرفرات كلياتها بتكون جويند على الدومين وهي السيرفرات راح نحكي بعض الاتاكس اللي بتصير السيرفيس هاي اللي على السيرفر بما انه جويند على دومين بتاخذ شيء بنسميه سيرفيس برنسبل نيم السيرفيس برنسبل نيم باختصار هي عباره عن انه اي ابلكيشن انت الان خلينا بس عشان تتوضح لكم اي ابلكيشن عندنا الان بده يشتغل على الكمبيوتر تبعك بشكل طبيعي لما تيجي تشغله باخذ البرنامج هذا بيشتغل بصلاحيات اليوزر اللي شغله طب لما يكون السيرفيس هي عباره عن سيرفيس هي بتشتغل بشكل تلقائي فلازم نشغلها بيوزر على الاكتف دايركتوري اذا كانت السيرفيس هاي جوند على دومين او موجوده على دومين او انستولد على قصدي ديفايس او سوفت وير او يعني على جهاز جوند على الدومين فلازم تعطيها صلاحيات كيف بتعطيها صلاحيات بتشغلها بيوزر موجود على الدومين هذا اليوزر او السيرفيس اللي رننج
على يوزر موجود على الدومين بنسميها سيرفيس برنسبل نيم او اس بي ان. راح نشوف بعد شوي كيف شو في مخاطر اذا كان في سيرفيس رننج بي يوزر بصلاحيات عاليه، كيف انا ممكن اذا عملت كومبرومايز لهي السيرفيس ببعض الاتاك زي الكربرستينج او غيره، كيف ممكن انا اعمل دمبنج للكريدنشلز او الهاش تبع اليوزر اللي مشغل السيرفيس هاي، وبالتالي انا ممكن اعمل له كراكنج او ممكن استخدمه باتاكس اخرى راح زي مثلا الباش ذا هاش باس ذا هاش اتاك او غيره. فهي فكرة الاكتف دايركتوري بشكل كبير. فكل ما كانت كل ما كبرت الشركة كل ما كبرت الشغلات الموجودة بالاكتف دايركتوري كل ما ادى هذا الامر الى انه يصير يزيد الاتاكس او تزيد الاتاكس الموجودة عندك بالنتورك تبعتك. طيب الاكتف دايركتوري فعليا فيها نوعين من انواع الاوثنتيكيشن، فيها نوعين من انواع الاوثنتيكيشن. اول اوثنتيكيشن اللي هو الانتي ال ام اوثنتيكيشن، والاوثنتيكيشن الثاني هو بنسميه احنا الكيربروس اوثنتيكيشن. فكره الاوثنتيكيشن اللي هي انه عشان ايش؟ عشان اقدر انا يوزر بدي اعمل لوجن او استخدم سيرفيس معين، السيرفيس هاي جويند على موجوده على جهازي، الجهاز هذا جويند على الدومين شغال بسيرفيس برنسبل نيم او غيرها، انا بدي احاول اشبك على مين؟ اشبك على هاي السيرفيس، وبالتالي لازم اعمل لوجن، سواء بدي اعمل لوجن على الجهاز نفسه او بدي اشغل مثلا اشبك على الميل بوكس تبعي الموجود على الاكسشينج سيرفر، او بدي اشبك على الداتابيز داتابيز موجود على داتابيز سيرفر، او على ويب سايت موجود على ويب سيرفر. فلازم يكون لازم نعمل اوثنتيكيشن. الان الاكتف دايركتوري سبورت تو يعني تايب اوف اوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن الاول يدعى الانتي ال ام اوثنتيكيشن، وهو اوثنتيكيشن قديم صار بطل مستخدم من 2000 واتوقع 3 من ويندوز سيرفر 2003 بطل مستخدم، صار الديفولت اوثنتيكيشن اسمه كيربروس اوثنتيكيشن. الكيربروس اوثنتيكيشن او الكيربروس بروتوكول هو بروتوكول تم تطويره من صن لابس على ما اعتقد، شركه صن زمان لما كان اسمها صن، وطورته لحتى يعمل اوثنتيكيشن ويحل بعض المشاكل الموجوده بالانتي ال ام اوثنتيكيشن. ولكن مايكروسوفت اخذته وعملت تطوير عليه وعملت له امبلمنتيشن او انتجريتد مع الاكتف دايركتوري تبعتها لحتى يعمل بعض الشغلات من انواع الاوثنتيكيشن. طيب خلينا نحكي عن الانتي ال ام اوثنتيكيشن. هاي الصوره بتوضح لي الانتي ال ام اوثنتيكيشن كيف بيشتغل. انت الان جهاز، والجهاز هذا بده يشبك على سيرفر معين، والسيرفر هذا او على سيرفس معين على سيرفر معين، والسيرفس هاي جويند على دومين. اذا تم استخدام الانتي ال ام اوثنتيكيشن، غالبا الانتي ال ام اوثنتيكيشن بيتم استخدامه حاليا اذا انا بعطي او بحاول اشبك على الاي بي ادرس انستد اوف النيم او الدومين نيم تبعت الجهاز، او اذا كان الجهاز مش معامل جويند على الدومين وحاولت اشبك على هذا الجهاز بالاي بي ادرس تبعه او بالاسم تبعه اذا ما كانش جويند على الدومين، بتعامل بيكون الاوثنتيكيشن تكنيك او بروتوكول هو الانتي ال ام اوثنتيكيشن. كيف بتتم هاي العمليه؟ بيجي اليوزر، انت مثلا بدك تعمل اوثنتيكيشن بيوزر اسمه خريشه والباسورد تبعته بغض النظر 1 2 3 5 كذا، فور سكيورتي ريزن اليوزر نيم والباسورد ما بروحوا دفعه واحده للسيرفر، بتروح اليوزر نيم بتروح للسيرفر، بتروح في ريكوست اللي هي اوثنتيكيشن ريكوست، يعني اليوزر بطلب اكسس انه انا بدي اشبك على السيرفر، يا سيرفر بدي اشبك عليك عن طريق اليوزر الفلاني. بيجي السيرفر بيعمل جنريت لتشالنج بنسميه او ناونس راندوم سترينج، بيخزنها عنده بالميموري عنده او يعني على السيرفر سايد، وبيبعثها لمين؟ بيبعثها للكلاينت. هسا الكلاينت شو في عنده؟ عنده اليوزر نيم اللي تدخل، وعنده الباسورد اللي تدخلت، وعنده التشالنج اللي وصلته من السيرفر. فشو رح بيسوي؟ بحسب بالبدايه الباسورد اللي دخلها، بحسب لها الهاش تبعها. الويندوز اللي ما بيعرف الويندوز كيف بخزن الهاش تبعات اليوزرات تبعات الويندوز يوزرز سواء على الاكتف دايركتوري او على الاوبريتنج سيستم بالسام فايل، بتخزن بنوع من انواع الهاشنج الجوريثم بتسمى الانتي ال ام، انتي ال ام هاشنج. فالجهاز الكلاينت بروح بحسب الهاش تبع الباسورد تمام، وبضيف لها اليوزر نيم، وبعدين بيعملهم هذول الجنريتد هاي بيعملها انكريبتنج بالناونس او التشالنج اللي تودت من خلال السيرفر، بعدين بيبعث الانكريبتد ريزلت لمين؟ للسيرفر.
فالسيرفر هون بوصلوا انكريبتد داتا، بمعنى انه الباسورد لما انتقلت من الكلاينت للسيرفر الاتاكر ما بيقدر يعمل مان ذمد الاتاك بهاي الحاله عشان يعرف شو قيمه الباسورد. ليش؟ لانه الباسورد انتقلت معمولها اول شيء هاشنج، وغير انها هاشنج معمولها انكريبتنج باستخدام الناونس اللي تودى للسيرفر. تمام؟ طيب فبهاي الحاله بتكون انت مضاد للمان ذمد الاتاك. كمان بيجي السيرفر عشان يتاكد انه اليوزر نيم والباسورد صحيحات، عنده اليوزر نيم وعنده الناونس وعنده الانكريبتد ريسبونس اللي اجت بالخطوه الثالثه، بروح بوديهم بخطوه رابعه هذول القيم كلياتهم الاكتف دايركتور، بقول لهم انه في جهاز عندي بده يعمل اوثنتيكيشن على اليوزر الفلاني، وهي الناونس تبعت اللي وديت له اياها انا، وهي الانكريبتد ريسبونس اللي بعث لي اياها. هسه بالاكتف دايركتوري موجود عنده مين؟ الباسوردات تبعات اليوزرات كلياتها ومعموله هاشنج، فبرد يقرا الباسورد تبعت اليوزر هذا اللي بيعمل لوجن، بحسب زي الخطوه الثانيه او اللي هي بحسب الهاش الها، بعمل انكريبت باستخدام الناوس، وبقارن القيمه اللي وصلته اللي وصلت للسيرفر بالخطوه الثالثه مع القيمه اللي حسبها هون، اذا كانت متشابهه برد عليه انه اوثنتيكيشن سكسسفولي، اذا كانت مش متشابهات بقول انه الاوثنتيكيشن مش سكسيد. فهي فكرة الانتي الم اوثنتيكيشن، ولكن قلنا الانتي الم اوثنتيكيشن لا يستخدم حاليا بشكل كبير. ليش؟ لانه هو بطل اكتف، والاكتف اللي هو الكيربروس اوثنتيكيشن يستخدم فقط ببعض السيرفيسز الثيرد بارتي سيرفيسز او ثيرد بارتي ابلكيشنز بتكون شغاله عن طريق الاي بي ادرس مش عن طريق النيم، او انه شغاله عن طريق نيم ولكن النيم مش جويند، هذا الجهاز مش موجود بالدومين او الاكتف دايركتوري. فهي الانتي الم اوثنتيكيشن. النوع الثاني من انواع الاوثنتيكيشن اللي هو الكيربروس اوثنتيكيشن. فكره الكيربروس اوثنتيكيشن عشان يحميني من اتاكس اكثر زي الريبلاي اتاك. فكره الريبلاي اتاك شو هو؟ انه انا بدال ما يعني اذا واحد اخذ بالانتي اوثنتيكيشن، اذا واحد اخذ القيمه الانكريبتد وعارف شو اليوزر نيم وداهم عمل ريبلاي لهاي الريكوست اللي طالعه من السيرفر هنا، بيحاول بيقدر يخدع السيرفر انه هو بيعمل اوثنتيكيشن بهذا الامر بهذا اليوزر ومعه الفاليد يوزر او الفاليد باسورد. بينما الكيربروس ما في الريبلاي اتاك، فهي وقفت الريبلاي اتاك بالاضافه للمان ان ذا ميدل اتاك. طب خلينا نحكي الان عن الكيربروس اوثنتيكيشن كيف بتتم. فعليا الكيربروس اوثنتيكيشن بتتم بمجموعه من الخطوات. الخطوات كالتالي، وزي ما حكينا الكيربروس هو الموجود حاليا بالاكتف دايركتوري. اول شيء، اول خطوه بتروح انه ال في عندك على الاكتف دايركتوري هنا كومبوننتس، في شيء بنسميه كي دي سي. الكي دي سي اختصار لكي ديستريبيوشن سنتر، هذا اللي بيصير يوزع الكيز ويعمل اوثنتيكيشن ويوزع التيكتس تبعات الهاي. جوا الكي دي سي شغلتين، في سيرفيس بنسميها اوثنتيكيشن سيرفيس اللي بتعمل اوثنتيكيشن، وفي سيرفيس اخرى بتعمل تيكت جرانتنج سيرفيس اللي بتعطي ايش؟ اللي بتعطي جرانتس، ايش مسموح له يسوي ايش مش مسموح له يسوي وهكذا. يعني باختصار، فانت الان كلاينت بدك تشبك على سيرفر معين هون عن طريق الكيربرس بروتوكول. بديش ادخل بتفاصيلها بشكل كبير. انت بتودي ريكوست لا بسموها التيكت من للكي دي سي، بتروح تطلب من الكي دي سي انه بدي منك ريكوست. هاي الريكوست بسميها احنا TGS AS request AS request authentication service request. الاوثنتيكيشن سيرفيس ريكوست هاي بروح فيها ايش؟ او TGS request هاي بتحتوي على يعني عده امور، بتحتوي على عده امور. الامور هاي بتروح فيها زي ما حكيت انه الكيربروس اوثنتيكيشن يعني بيحمي من مجموعه من الاتاكس اللي مجموعة من الاتاكس اللي بتصير يعني اللي ممكن تصير زي المان ان ذا ميدل اتاك وزي الريبلاي اتاك. فخلينا نحكي الان كيف الكيربروس او الكيربروس اوثنتيكيشن كيف بيشتغل. الان لما اليوزر يحاول يشبك بالكيربروس اوثنتيكيشن على ورك ستيشن معينة، تطلع ريكوست من جهاز اليوزر من الكلاينت للدومين كنترولر. هسا الدومين كنترولر جواته في اشي بنسميه كي دي سي، كي ديستريبيوشن سنتر. الكي دي سي اللي موجود بالدومين كنترولر هذا وظيفته ايش يعمل؟ جواته شغلتين، جواته اوثنتيكيشن سيرفيس، وجواته ايضا اشي بنسميه تيكت جرانتنج سيرفيس تي جي اس سيرفيس. يعني
اي اس او اوثنتيكيشن سيرفيس والتي جي اس تيكت جرانتنج سيرفيس. الريكوست بتروح لمين؟ لاي وحده فيهم؟ بتروح للاوثنتيكيشن سيرفيس، بتقول له يا اوثنتيكيشن سيرفيس بدي اعمل انا ككلاينت اليوزر الفلاني بدي اعمل اوثنتيكيشن عليك. تمام، بتيجي الاوثنتيكيشن طبعا هاي بتروح على شيء بنسميه اي اس ريك AS underscore REQ يعني Authentication Service Request. بتحتوي الأوثنتيكيشن ريكوست أو الأوثنتيكيشن سيرفيس ريكوست بتحتوي على التايم ستامب، الوقت اللي صارت في عملية طلب الأوثنتيكيشن، بتكون انكريبتد بالهاش الهاش تبع الباسورد اللي دخلها اليوزر اللي بيعمل عليه فيها أوثنتيكيشن. يعني الريكوست هاي بتجيب التايم ستامب، التايم ستامب تبعت وقت عملية الأوثنتيكيشن تعمل له انكريبشن باستخدام الهاش تبع الباسورد لليوزر اللي بده يعمل لوجن، اللي طلب انه يعمل لوجن، وبتنبعث الداتا لمين؟ تنبعث عن طريق اي اس ريكوست او اوثنتيكيشن سيرفيس ريكوست للاوثنتيكيشن سيرفيس الموجوده على الكي دي سي او الكي ديستريبيوشن سنتر. طيب هسه لما الدومين كنترولر الاوثنتيكيشن سيرفيس بتوصله هاي الريكوست، بشيك على شو؟ بشيك على الباسورد هاش تبع اليوزر اللي طلب اللوجن. يعني بتروح الانكريبتد تايم ستامب مع اليوزر نيم، فهو بشوف اليوزر نيم، هو عنده الداتابيس تبعت لايف، فبشوف هذا اليوزر نيم شو الباسورد تبعته، ولا الباسورد تبعته كذا كذا، بروح بفك الانكريبتد تايم ستامب، بفكه باستخدام مين؟ بيعمله ديكريبت باستخدام الهاش تبع الباسورد تبع اليوزر هذا من اللي جابه من الداتابيس، وبقارن بشوف التايم ستامب اوكي ما فيش مش موجود عندي قبل هيك اوكي، عشان يمنع عمليه الريبلاي اتاك، عشان اذا كان دوبليكيت معناته في بوتنشال، يعني في احتمال كبير جدا انه يكون في واحد بيحاول يعمل ريبلاي اتاك. طيب بعد ما يشيك هاي الامور كلياتها، اذا كانت الديكريبشن بروسيس سكسسفول والتايم ستامب مش دوبليكيت، يعني ما فيش اي ريبلاي اتاك، بيكون عمليه الاوثنتيكيشن تعتبر ناجحه بالنسبه للاوثنتيكيشن سيرفيس. فبيجي الدومين كنترولر بيرد باي اس ريبلاي، اوثنتيكيشن سيرفيس ريبلاي. الاوثنتيكيشن سيرفيس اللي موجوده على الدومين كنترولر بترد على الكلاينت بي ريبلاي، بتحتوي على الشغلات التاليه، بتحتوي على شيء بنسميه السيشن كي. السيشن كي هذا ليش بتبعثه لك وبتخزنه وين؟ على الميموري، لانه الكيربرس بروتوكول هو مش ستيتفول بروتوكول، هو ستيتس بروتوكول، يعني مجرد ما انت بتحاول تحكي معه وتحاول تعمل اوثنتيكيشن بيفصل اوثنتيكيشن معك، فبيبعث لك اياها. فبيجي هنا بيرد عليك و يعني بشيء بتحتوي على السيشن كي، وبتحتوي على شيء بنسميه تي جي تي. السيشن كي بيكون معمول له انكريبتد باستخدام الباسورد هاش. هي شوي عمليه معقده بس انا حابب اشرحها بشكل سريع، لانه لازم عشان لما نيجي نحكي عن السيلفر تيكت وانواع التيكتس التاكسس الاخريات لازم تكون عندكم معرفه بهاي الامور. طيب السيشن كي بنعمل له انكريبشن بالباسورد هاش تبع اليوزر، وبنبعث مع مجموعه من الامور اللي هي زي اليوزر هذا، شوف الجروب ممبرشيب تبعته، شو الدومين نيم، شو الاي بي ادرس تبعه، والسيشن كي للكلاينت سايد عشان الكلاينت سايد لاحقا يستخدمها. فانا ما بدي اطول بالعمليه هاي، انا بدي احاول انه بس يعني حاولت انه اشرح لكم انه فكره الكيربرس اوثنتيكيشن في بعض الشغلات في بعض السيرفيس هنا بتعمل منع للريبلاي اتاك، وبتعمل منع برضه للانتي الم اتاكس، او القصد مش الانتي الم اتاكس اللي هو المان ان ميدل اتاكس. طيب احنا الان صرنا وين؟ تعرفنا بشكل سريع على الكيربرس وعلى الانتي الم اوثنتيكيشن. خلينا نيجي نحكي الان عن الاكتف دايركتوري كل تشين. يعني ايش؟ انا الان بالاكتف دايركتوري شو المراحل اللي بدي امر فيها من لما ابلش لحد ما اجيب انيشال اكسس على الاكتف على الاكتف دايركتوري سيرفر او على الدومين على جهاز جوين على الدومين، لحد ما اعمل بريفليج اسكيليشن وشو في مجموعه من الاتاكس ممكن نعملها. احنا فعليا راح يعني الشغل اللي راح نشتغله اليوم مش راح نمشي بالكل تشين هاي كامله او بالباث هذا كامل، راح نمشي بس بالباث هذا اللي هون، يعني لحد الدومين ادمن كريدنشلز هون، مش راح نمشي بهاي الامور لانه هاي الامور في اتاكس اخريات ان شاء الله لاحقا ممكن يكون في ادفانسد وركشوب او وركشوب وقت اطول بنحاول نغطي التاكس اكثر من هيك. طيب خلينا نحكي الان كالتالي. افرض انت الان بدك في سؤال من الاسئله اللي سالوها الشباب على يعني سالوها الشباب انه كيف انا بدي احصل على انيشال اكسس.
كيف بدي احصل على initial access على التارجت سيستم. في عندك عده تكنيك. اول تكنيك ممكن من خلال تحصل عليه تحصل على initial access من خلاله، اللي هي عباره عن انك تكون جويند على، يعني شابك تشبك فيزيكلي على النتورك اللي موجوده، يعني يكون انت اصلا بنتريشن تيستر ووظفوك ناس، او شغال بالشركه وبدك تعمل بنتريشن تيستينج وريد تيمينج تاس او يعني ريد تيمينج تاس، فطلبوا منك انك تشبك على النتورك، فانت اصلا اوريدي شابك على النتورك وموجود بالنتورك، ففي بعض المعلومات بدك تعملها. الشغله الثانيه اللي ممكن احنا نعملها لحتى ندخل على النتورك اللي هي ممكن عن طريق سوشيال انجينيرنج نتورك، بما انه الاكتف دايركتوري موجود بالكوربوريت نتورك، يعني بالنتورك الداخلي ومحميه بفاير وول، وغالبا مش اي حدا بيقدر يدخل من برا النتورك لجوا النتورك، في رولز وفي شغلات كثيره، مش صعب ولكن يعني مش مستحيل ولكن شوي في صعوبه، بتعتمد على السكيلز اللي عندك. فايش افضل اتاك ممكن ينعمل؟ اللي هو السوشيال انجينيرنج اتاكس، انه ممكن ابعث لك زي الاتاكس اللي بتصير عادي، واحد بعث لك وورد فايل، دوكيومنت فايل، اكسكيوتابل فايل، بنزل عندك بتشغله، فالاتاكر بيجين اكس على الجهاز تبعك، وبما انه انت شغلته بيوزر بصلاحيات معينه، الاكسس اللي بيجي للاتاكر بيكون بصلاحيات هذا اليوزر. فهي التكنيكس اللي احنا ممكن نعملهم. فاول شيء لما نيجي نعمل انوميريشن، اول انوميريشن ممكن نعمله اللي هو انوميريشن لما ما يكونش عندك اصلا فاليد يوزر على الدومين، انت ما عندكش اي صلاحيات على الدومين. شو ممكن تعمل انت الان؟ ممكن نعمل الشغلات التاليه. اول شيء اذا انا شابك مع النتورك، احنا هسه بناخذ بعض الشغلات، اذا انا شابك بالنتورك ممكن اعمل سنيفنج بالنتورك واشوف شو في ليجاسي بروتوكولز مستخدمات بالنتورك. هسه في عندنا مجموعه من الليجاسي بروتوكولز فيهم بعض الثغرات الامنيه، وهذول راح نحكي عنهم، راح نمشي ناخذ مثال عليك بعد شوي، زي النت بايوس ان اس اللي هو نتورك بيسك انبوت اوتبوت سيستم. هذا النت بايوس بروتوكول هو عباره عن بروتوكول عملته مايكروسوفت بالنتوركس اللي بالنتورك اللي مبنيه كلها من مايكروسوفت، والانفايرمنت كلها من مايكروسوفت، لحتى الاجهزه عن مع بعضها البعض تصير تحكي عن طريق الكمبيوتر نيم مش عن طريق الماك ادرس زي الاجهزه بالشكل الطبيعي. انت الان معك اجهزه بنفس الصب نت تبعك بيحكوا مع بعضهم البعض، بيحكوا مع بعضهم البعض عن طريق الماك ادرس، ولكن مايكروسوفت عندها عملت بروتوكول اسمه نت بايوس نيم سيرفيس. هذا عباره عن ايش؟ عباره عن بروتوكول بتصير الاجهزه تحكي مع بعضها البعض، بتصير انت تقول له سلاش سلاش او باك سلاش باك سلاش تكناوي داش بي سي، بروح بحاول يشبك مع التكناوي داش بي سي عن طريق النت بايوس بروتوكول. في عندنا كمان لينك لوكال مالتي كاست نيم ريزوليوشن، وفي عندنا الدبليو باد اللي هو ويب بروكسي اوتو ديسكفري بروتوكول. هذول البروتوكول صاروا ليجاسي بروتوكول، بروتوكولات قديمه عفى عليها الزمن، وفيهم ثغرات امنيه كثير راح نحكي عنهم الان. واحده من الثغرات اللي ممكن الاتاكر يعمل على النتورك اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن انه يعمل بسموها poisoning attack، تسميم هاي البروتوكولات. راح نشرح مثال الآن ونشوف متى بتصير في تسميم البروتوكولات هاي. طيب الشغلة الثانية، يعني بعد ما شيكت على legacy protocol، إذا في حدا بيستخدم legacy protocol أو في used legacy protocol موجودات على التارجت ديفايس، الشغلة الثانية أحاول أجمع معلومات عن طريق DHCP info. في عنا بالأنماب مجموعة من السكريبتات، واحدة منهم broadcast DHCP discover، هذا فقط بيعمل بيحكي مع دي اتش سي بي سيرفر، بقول يا دي اتش سي بي سيرفر اعطيني معلومات منك. هسا دي اتش سي بي سيرفر شو بوزع؟ مسؤول عن توزيع النتورك انترفيس النك، او يعني النتورك كارد انفورميشن او النتورك انفورميشن، منهم بيعطيك الاي بي ادرس، بيعطيك الدي ان اس سيرفر اي بي ادرس، الجيت واي، النت سب نت ماسك، وبيعطيك برضه النيم سيرفر اذا كان هون. فاحنا هون من خلال هذا السكريبت عرفت انه الدي الدومين سيرفر اللي موجود عندي هو عباره عن تكناوي دي سي دوت لوكال اسمه، تمام، هذا باللاب اللي عندي انا، او يعني بالنتورك اللي انا شابك من خلالها، والاي بي ادرس تبعه هيك 10.0.2.1، فقدرت اعرف شو النيم سيرفر اي بي ادرس والنيم تبعه شو هو، او الفول كواليفايد دومين نيم تبعه شو هو. فهي الشغله الثانيه اللي ممكن احنا نعملها. الشغله الثالثه ممكن احكي مع الالداب بروتوكول، احنا قلنا الاكتف دايركتوري مبنيه اصلا على الالداب بروتوكول، مبنيه بشكل رئيسي على الالداب بروتوكول. الالداب بروتوكول هو اللي بيوفر لي خصائص الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاوديتنج، لانه بيسجل لوجز وكذا زي هيك. فانا ممكن احكي عن طريق بعض السكريبتات، في واحده من التولز اسمها الداب سيرش، وبقدر احكي مع اي تول باستخدام اي تول اخرى. فكره هاي انه احاول اجمع معلومات عن الدومين، شو الشغلات اللي موجوده مع عن الدومين.
مثلا هون انا عرفت شو اسم الدومين، شو اسم الجهاز تبع الدومين كنترول اسمه تكناوي دي سي مثلا، تمام، عرفت معلومات مختلفة عن الدومين تبعي، اسم الجهاز تكناوي والدومين اسمه تكناوي دي سي دوت لوكال، تمام، فعرفت هاي المعلومات. ايضا عرفت في شيء بنسميه دومين فانكشناليتي او فانكشنال ليفل. الدومين فانكشنال ليفل اللي هو عبارة عن ايش، سبعة مثلا لها في زي مابينج، انه والله سبعة بتقدر تشغل بيشتغل كأنه ويندوز، يعني صعب ممكن يكون ويندوز سيرفر مثلا 2019 بس هو شغال بويندوز سيرفر اقل. فانت هنا بالدومين فانكشنال ليفل بتعطيه انه الدومين بايش شغال، شو الفانكشنال ليفل تبعته، باي اوبريتنج سيستم شغال بالضبط او اي ويندوز سيرفر. فهي الامور اللي انا بعملها لحتى اعمل انوميريشن اذا ما عنديش يوزر. طب اذا ما عنديش يوزر على السيستم، او ممكن اعمل فيشنج اتاك، راح نسويها بعد شوي. طيب هسه بعد ما جمعت هاي المعلومات شو ممكن اعمل؟ ممكن الان برضو استخدم بعض الموديولز اللي اعمل اشي بنسميه يوزر نيم انوميريشن. بعض الاحيان بيكون الالداب بروتوكول، بعض الاحيان بيكون الالداب بروتوكول تقدر تحكي معه بدون without اي كريدنشال، بدون اي يوزر نيم واي باسورد، تحكي معه بتقول له اعطيني اليوزرات الموجودات عندك. وفي سكريبتات وفي تولز كثير بتحكي هذا الشيء. او ممكن اسوي ايش، انا استخدم تول، التول هاي بتعمل بنسميها يوزر نيم انوميريشن. كيف يعني يوزر نيم انوميريشن؟ بعطيها ليست اوف ليست ديكشنري، بيكون فيها مجموعه كبيره من اليوزر نيمز، وبصير اقول له والله جرب على احكي مع الكيربرس بروتوكول وشوف اللي هاي اليوزر نيم هذا موجود ولا لا. طب ممكن واحد يحكي من وين انا ممكن اجيب اليوزر نيمز والباسورد هذول؟ اعطيكم واحده من الامثله. هسه باي شركه بالعالم في عندهم، لما يكون عندهم دومين كنترولر او اكتف دايركتوري سيرفر، بيكون عندهم زي نيمينج كونفنشن لاضافه اليوزرات الموجوده على الدومين كنترولر. يعني مثلا محمد خريشه، مثلا محمد بهاء، احمد بهاء، اسماء شغالين بشركه اكس واي زد بتكناوي مثلا. انا الان عندي بتكناوي دومين، في عندي بيكون نيمينج كونفنشن، يعني متبع اسلوب معين بانشاء اليوزرات. مثلا باخذ الاسم الاول دوت الاسم الثاني مثلا، او الحرف الاول من الاسم الاول دوت الاسم العائله، او الاسم الاول كامل دوت الحرف الاول من اسم العائله، وهكذا. يعني بعمل في بعض النيمينج كونفنشنز الماخوذات. فممكن واحد شو يسوي، يشبك على ويب سايتات زي لينكدين زي كذا، يعمل انفورميشن جاذرينج، يجمع اسماء الناس او عن طريق ويب سايت الشركه او غيرها من السوشيال ميديا من لينكدين او غيره، يجمع الاسماء الاشخاص اللي شغالين بالشركه اللي بيعمل عليها بنتريشن تيستينج، ويروح يعمل زي ديكشنري، يسوي تول او يستخدم اي تول، في تولز كثير بتعطيها مثلا والله الاسماء الاسم الاول والاسم الثاني، وبتقول له اعمل لي جنريت لا ديكشنري بيحتوي على بيطبق على الرولز الثاني، خذ الاسم الاول دوت الاسم الثاني او اسم العائله، الاسم الاول دوت اخر حرف من كذا، فبيعمل زي وورد ليست كامله. احنا بعدين بنستخدمهم عشان نحكي مع الكيربرس بروتوكول ونصير نقول له هل هذا اليوزر نيم موجود عندك ولا لا. فانا بحاول اعمل زي انوميريشن على اليوزرات الموجودات عندي لحتى الاقي فاليد يوزرز. صار عندي فاليد يوزرز، هسه واحده من الاتاكس ممكن اعملها على الفاليد يوزر شو هي؟ هي الباسورد سبرينج. فكرة الباسورد سبرينج كالتالي، احنا واحدة من الاتاكس ممكن نعملها على طبعا الباسورد سبرينج كل ما كانت الجهة كبيرة كل ما كانت كثير بتنجح. خلينا نحكي لكم مثال على الباسورد سبرينج متى بنجح. الان انت لما بدك تعمل بروت فورس اتاك، اللي هو عندك مجموعة من اليوزرات بتطبق عليهم مجموعة من الباسوردات، ولكن بالاكتف دايركتوري بيكون في عندك زي باسورد بوليسي. الباسورد بوليسي مانعة انه اي حدا يقدر، يعني اذا جربت ثلاث او اربع باسوردات غلط بيطلع من بيعمل لوك للاكونت، بيعمل لوك لمين؟ للاكونت. فانت عشان ما تعمل لوك للاكونت ممكن شو تسوي، كل اليوزرات تجرب عليهم باسورد واحده فقط، بعدين تستنى فتره معينه زمن تجرب كل اليوزرات مره ثانيه على باسورد ثاني. فهي بيسموها باسورد سبراينج، انه مجموعه من اليوزرات نجرب عليهم باسورد واحده، مش مجموعه من الباسوردات نجربهم على يوزر واحد. هاي واحده من الاتاكس اللي بتصير كثير. ليش؟ لانه في ناس كثير بحطوا باسورد تبعتهم سمبل. لما يكون عندك شركه او جهه فيها مئات الموظفين، او في جهات بيكون فيها الاف الموظفين كلهم على اكتف دايركتوري، في ناس ممكن اذا ما كانش في باسورد بوليسي صح، مش محطوط الباسورد كومبلكسيتي، او حتى ايفن اذا كانت باسورد كومبلكسيتي، في ناس بتحط الباسورد كومبلكس هاي بي ات دبل اس دبليو 0 ار دي، بتحطها زي هيك. فانت ممكن تشيك على الناس شو بوقعوا بهاي الشغلات، او من 1 ل 6، او بحطوا الاسم وكذا. فممكن تعمل باسورد
سبرينج عشان تحصل على انيشال اكسس جوا السيستم. ممكن ايضا تجرب وانت بتعمل سكاننج، جبت مثلا انه في عندك كمبيوترات جويند على الدومين عليهم توم كات او عليهم جينكنز او كذا، بالناس اللي بيشتغلوا بمجال الديف اوبس وكذا بيعملوا هاي الشغلات، فممكن تجرب يوزر نيم باسورد الديفولت على التوم كات وجينكنز، فتدخل على السيرفر فتدخل بصلاحيات اليوزر للسيرفس اللي شغاله تبعت التوم كات فيه والجينكنز على هذا السيرفر. ممكن كمان تعمل ايش، في كثير من الناس بحطوا شيرد فولدرز بحطوا فيهم كلير تكست باسورد او معلومات حساسه، فممكن اجيب من الشيرد فولدرز الموجودات، ممكن عن طريق السوشيال انجينيرنج، عن طريق فيشنج، عن طريق مانجمنت الداتا، او عن طريق كوربرستنج راح نحكي بعد شوي عنه كيف نعمل الاتاك هذا. فهاي كيف ممكن نحصل على الباسورد، شو الاتاكس ممكن نحصل فيها على الباسورد. طب قلنا قبل شوي انه في عندنا مجموعه من الليجاسي بروتوكولز زي الالمنار والام بي اس والهاي الامور، هذول معرضين اذا كانوا فعالات معرضين لمين؟ لبويزنينج اتاك. كيف بتتم هذا الاتاك؟ افرض جدلا انا الان شغلت تول بتعمل بويزنينج، فكره البويزنينج لهذا البروتوكول متى بيتم؟ اول شيء متى بيتم استخدام هذا البروتوكول بالنتورك عندك؟ بيتم استخدام هذا البروتوكول بالنتورك عندك لما جهازك تحاول انت تقول مثلا سلاش سلاش اسم جهاز غلط، مثلا اسم الدومين كنترول تكناوي دي سي تقول له تكناوي سي دي مثلا، فعملت نيم غلط، ف الباث اللي بتمشي فيه عمليه النيم ريزولوشن كالتالي: اول شيء كمبيوترك بروح بشيك على الهوست فايل الموجود عندك اي تي سي على هوست اذا كان لينكس، بالويندوز موجود بالدرايفرز كذا في ملف هوست فايل، هذا زي لوكال لوك اب بيعمل اي بي ادرس مع دومين مع الدومينز، هذا اول شيء بيشيك عليه، اذا ما لقاه بروح بحكي مع الدي ان اس سيرفر. طب اذا الدي ان اس سيرفر ما لقى هذا الدومين شو بروح بيسوي؟ بيشتغل بروتوكول الالمنار والان بي اس والام دي ان اس، هذول بسموهم فول باك بروتوكولز، يعني بروتوكولز بيشتغلوا فقط اذا فشل عمليه الهوست فايل بعمليه النيم ريزولوشن وفشلت الدي ان اس سيرفر بعمليه النيم ريزولوشن. تمام. طب انت او انا كاتاكر كيف ممكن اعمل هاي الشغله؟ خلينا نشوف الان مثال عملي كيف ممكن نعمل لهذا الاتاك. فخلينا ناخذ ديمو الالمنار والان بي ان اس وهذولا كيف ممكن انا اعمل اتاك عليهم، كيف ممكن انا اعمل اتاك عليهم. طيب انا الان هون عندي بدي ادخل على الكالي، بس دقيقه خليني اشغل الويندوز، بدي ادخل على الكالي الان. تمام، بس خليني اكبر الخط شوي. هو بس الجهاز شوي يعني. اذا في اسئله خلال المحاضره اساله يعني بكون انتراكتيف اكثر بكون واضح. تمام. طب كيف بعمل بوزنينج؟ في تول اسمها ريسبوندر. ريسبوندر ماينس اي بعطيه الانترفيس كارد تبعي اللي على الجهاز الكالي هو ايثرنت زيرو. بعدين دقيقه بس خليني اتاكد من الكوماند. الاوبشنز الموجوده مع الريسبوندر كوماند نفسها هاي هي. هاي الريسبوندر شو بتسوي؟ تعمل بويزنينج بن تعمل زي اي كابيتال هنا. اوكي انا شغلتها الان، قالت لي انه عملت بويزنينج بالنتورك. تمام. طيب افرض انا الان بدي اروح ل الويندوز، برضو خلينا نروح على الويندوز. ايوه الويندوز. اوكي بدي اشبك بيوزر. هاي الويندوز بدي اعمل لوجن بالويندوز بيوزر على الدومين، يعني هذا الجهاز هذا الويندوز 7 هذا بغض النظر ويندوز 7 او غيره جويند على الدومين، فبدي اقول له تكناوي دي سي على او دوت لوكال على
يوزر اسمه عادل دوت كريستن والباسورد تبعته. انا شبكت الان باليوزر هذا جوا التارجت باللاب تبعي. طيب افرض انا الان رحت شغلت هاي هون وفوق قلت له اشبك لي تكناوي سي دي بدال دي سي. الان المفروض الان شو يصير؟ بروتوكول الالمنار هو اللي راح يشتغل. هيو طلب مني يوزر نيم وباسورد، بس هذا تكناوي سي دي مش موجود اصلا. طب خلينا نرجع للكالي ونشوف شو صار على جهه الكالي. بجهه الكالي شو اجاني هون؟ ايش اجاني؟ اجاني انه في يوزر اسمه عادل كريستن حاول يعمل اوثنتيكيشن على هذا الجهاز، فاجتني الهاش تبع الريكوست تبعت الانتي ال ام فيرجن 2 ريكوست. فانا عرفت انه في يوزر اسمه عادل دوت كريستن هاي موجود على الدومين كنترول هاف، وهي الاي بي ادرس تبع الجهاز. عمل ايش؟ عمل اوثنتيكيشن، ولانه خربط او اخطا بدل ما يكتب تكناوي سي دي سي كتب تكناوي سي دي، فطلب منه الجهاز يعمل اوثنتيكيشن. هاي هي الهاش، هذا الهاش تبع الريكوست. طب انا كاتاكر شو بتفيدني هاي الهاش؟ بتفيدني كالتالي، الهاش هاي كان بي ديكريبتد، نقدر نعملها ديكريبشن. كيف ممكن نعمل ديكريبشن للهاش هاي؟ طبعا دائما وابدا اذا بتعمل هاش انكريبشن ديكريبشن يعني بدك تعمل اوف لاين اتاك، فبالتالي لازم يكون عندك وورد ليست قويه جدا، ومفروض كمان برضو يكون عندك جي بي يوز، جي بي يو كارد، اكثر من كارد، وتعمل عليهم يعني تستخدمهم لحتى تعمل كراكنج للباسوردات. طب انا شو بقول لهم؟ ايكو يعني بس اكتب الملف هذا ايكو سميه هاش او انتي ال ام دوت تي اكس تي، اكتب لي هاي القيمه جوا الانتي ال ام دوت تي اكس تي بس يعني، تمام. صار عندي ملف اسمه انتي ال ام. هسه شو بسوي؟ بقدر اعمل كراكنج باي تول بدي اياها. مثلا في عندي تول اسمها جون، جون ذربر واحدة من التولز بتعمل كراكنج للهاش والانكريبتد فالوز باعتماد على وورد ليست، او باعتماد هي بتعمل اتاكس عن طريق زي بروت فورس اتاك. طيب فممكن نقول له هون الانتي ال ام فايل، هذا الملف الانتي ال ام هذا اعمل لي كراكنج له باستخدام وورد ليست عندي انا، فقلنا لازم نعطيه وورد ليست. ديسكتوب على روكيو، في ملف عندي روكيو، هاي واحدة من التسريبات وورد ليست فيها ملايين الباسوردات. عملت رن، طبعا قال لي انه عادل دوت كريستن الباسورد تبعته زي هيك. فهي اول واحدة من الاتاكس ممكن نعملها على الانتي ال ام باستخدام البروتوكول انتي ال ام، انه ايش؟ انه انا اعمل بويزننج، اشغل زي الريسبوندر واستنى الا ما واحد يخربط له باسم سيرفر، الا ما واحد كذب النتورك بيحاول يعمل اوثنتيكيشن، راح يوصلني ال 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 الانتي ال ام هاش تبع الريكوست تبعته اللي وداها بالانتي ال ام فيرجن 2. فانا بحاول اكسرها بعدين لعل وعسى يكون في واحده من الهاشز اللي اجت عندي الباسورد تبعتها مستخدمه اصلا موجوده سابقا، فبعرف انه اليوزر هذا الباسورد تبعته زي هيك. فانا هون بهاي الحاله عرفت انه اليوزر هذا الباسورد تبعته ايش؟ عادل دوت كريستن، تمام؟ عادل دوت كريستن. طيب صار عندي الان فاليد يوزر على سيستم معين، صار عندي valid user على سيستم معين. شو ممكن الآن أعمل attacks عليها؟ شو ممكن أو أعمل أمور الآن بما أنه عندي valid user و valid credential له؟ ممكن أشغل مجموعة من السكريبتات. واحدة من السكريبتات في tool اسمه impact packet impact أو impact cd impact، أنا منزلها تقدر تلاقوها على جيت هاب examples. هسه واحدة من الأمور اللي أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أحاول أجيب شو في يوزرات موجودات على على السيرفر، على الأكتف دايركتوري سيرفر. هسه بحاول أعمل without username password بدون ما يكون عندي العادل، بحاول أجرب إنه أعمل enumeration، راح نشوف بعد شوي مثال عليهم، أو بستخدم اليوزر اللي اسمه عادل لحتى أعمل dumping للداتا الموجودة بالداتابيز تبعت الأكتف دايركتوري وأشوف اليوزرات الموجودات عندي. طب شو ممكن نسوي الآن؟ ممكن نقول هون في سكريبت اسمه get ad
جيت اي دي يوزرز. الجيت اي دي يوزرز هذا موجود بالامباكت هنا، هذا عباره عن سكريبت وظيفته يشبك يعمل اوثنتيكيشن على الاكتف دايركتوري ويجيب لي معلومات الاكتف دايركتوري، فلازم يعطيه الدي سي الاي بي، الاي بي ادرس تبع الاكتف دايركتوري سيرفر شو هو، شفناه قبل شيء 10.02.15 شفناه بالسلايدات. وبعديه بقول له ماينس اول يعني رجع لي بيانات كل اليوزرات سواء كان اليوزرات يوزرات عاديه او سيرفيس برنسبل نيمز او غيره، تمام. وبعديها لو قلت له زي هيك هسه، لو هيك بس لحاله بدون يوزر نيم وباسورد، قال لي انه في عندك فيو ارجومنتس، مش مودي ارجومنت كاملات، فلازم احط له هون التارجت تبع التارجت مين هو، اللي هو تكناوي دي سي دوت لوكال سلاش زي هيك. هذا اذا بدك انونيمس يوزر، بس برضه هسه راح يطلع لي مشكله لانه لازم اعطيه اليوزر نيم والباسورد، قال لي فيلد مش قادر يشبك. طب بدي اقول له هون عيد لي العمليه هاي ولكن اشبك لي بالعادل دوت كريستي. هسه طلب بيطلب مني الباسورد تبعت هذا اليوزر، او ممكن بالعكس حط هاي طلب هذا، حط الباسورد تبعته. الان راح شبك على الداتابيس لانه العادل دوت كريستي الباسورد تبعته فاليد، راح شبك هون. شو رجع لي هون؟ رجع لي معلومات عنهم، رجع لي انه في يوزر اسمه ادمنستريتور، اخر باسورد تحددت له بسبعة تسعة يعني اليوم. في يوزرات ثانيات كي ار بي تي جي تي جي تي، هذا الكيربرس سايت اليوزر الخاص عشان يعمل تيكت جرانتنج تيكت والامور هاي كلياتها. في عندي يوزر اسمه ليندي كذا، في عندي يوزر كذا، في عندي يوزرات متنوعات ومعلومات عن هاي اليوزرات كلياتهم، فانا عملت دمبنج لشمين لليوزرات كلياتها. الان انا ممكن شو اسوي؟ ممكن اجيب هذول اليوزرات اخزن الريزلت تبعت هاي وين، بملف ما اسميه مثلا users.txt، وبعدين خليه بس يخلص، بعديها اخذ بس اليوزر نيمز واحاول اشبك من خلالهم على الاكتف دايركتوري، اعمل زي بروت فورس او باسورد سبرينج اتاك او غيرها. اشغل تول بغض النظر شو التول هاي، ممكن اشغل تول مثلا من الميتاسبلويت او اي تول بتعمل بروت فورس اتاكس. فبعمل هون مثلا لو قلت له كات يوزرز فيها هاي المعلومات، فانا مثلا بعمل زي باللينكس، في بعض الشغلات باللينكس ممكن بس اخذ اليوزر نيم العمود اللي اسمه يوزر نيم، فممكن اقول له awk-f حسب الفراغ ماينس او اطبع لي اياهم بس عشان اورجيكم انه بده يطبع لي بس رقم واحد، اطبع لي بس اليوزر نيمز وبنقول له هاي يوزر نيمز دوت تي اكس تي، فصار عندي كل اليوزر نيمز لليوزرات الموجودات عندي بالاكتف دايركتوري. فبعدين ممكن اعمل عليهم بروت فورس اتاك، ممكن اعمل عليهم باسورد سبراينج، ممكن اعمل اي شيء بدي اياه اخر. هاي وحده من انواع الاتاكس ممكن نعملها على الاكتف دايركتوري بعد ما جبنا يوزر من اليوزرات الموجودات على السيستم عندي. طيب في اتاك فيكتور ثاني ممكن يكون اللي هو زي السوشيال انجينيرنج اتاك، سوشيال انجينيرنج اتاك. طيب خلينا اورجيكم الان كيف ممكن نعمله. انا عامل زي executable file payload generated، طبعا هنا بده يصير عندك انت انه تعمل انكريبت او يعني تعمل تحاول تو باي باس الانتي فايروسز والانتي مالويرز. انا مش عامله بس لانه بالنهايه بدك تحاول تلاقي انه يكون شوي sophisticated شوي مخفي، بحيث اي انتي فايروس موجود بالتارجت انفايرمنت تقدر تتجاوزه، بس احنا بدنا نعمل سيميوليت لهذا الامر. فبدي اشغل MSF console، انا عامل payload executable file بس بدي اعمل listener هون بالميتاسبلويت واعمل listening عليه. طيب فممكن اقول له use multi exploit multi handler، بدي اشغل listener اللي بيعمل listening لل عندي، و set payload windows
يحطوا الاي بي ادرس تبعي عشان يعمل listening set البورت يعني المفروض او 443 run. لا لو رحت على الويندوز كانسل يعني وين هو موجود البيلود البيلود موجود باليوزرز لانه ادمنستريتر مش قادر يلاقيه. طيب اوكي ممكن نقول له هنا نعمل له داونلود البيلود 10.02 هي مالتي اسمه سيف فيو داونلود لو رجعنا للكالي بنكون جبنا ايش سيشن على التارجت ماشين ولو حاولنا هون نقول له جيت يو اي دي قال انت تكناو دي سي على عادل الكرسي فجبت صلاحيات يوزر على الجهاز هون فهاي واحدة من الطرق اللي ممكن نستخدمها احنا لحتى نحصل الانيشال اكسس سوشيال انجينيرينج او عن طريق التكنيك اللي حكيناها قبل شوي. طيب خلينا نرجع نحكي كالتالي. الان انا جبت شو جبت صار عندي بريفل يوزر بس اليوزر ما معه صلاحيات كثيره يعني لو رجعنا لليوزر الان قبل شويه وشفنا اليوزر هذا شو الصلاحيات تبعته شو الامور هاي كلياتها راح نلاحظ انه اليوزر هذا ما حوش صلاحيات كثيره ولكن حتى اليوزرات اللي ما حاش بريفليج كثيره نقدر من خلالها نعمل زي ايش نحاول نجمع بعض الجوسي انفورميشنز من او سنسيتيف انفورميشن او المعلومات اللي ممكن تفيدنا بالاتاكس ليتر اون زي اليوزرات الموجودات عندي زي الجروبز الموجودات عندي زي السيرفيس برنسبل نيمز اللي موجوده عندي ممكن نستخدم هاي الشغلات لحتى نجمع هاي المعلومات. طب خلينا نشوف كيف ممكن نجمعها. في تولز كثير وتكنيكس كثير ممكن نعملها. واحد منهم في تول اسمها باور فيو. باور فيو واحد من التولز هاي فيها بعض هي باور شيل سكريبت بضيفه عندي بعمله داونلود عندي على التارجت ماشين وبستخدمه لحتى استخدم فيه بعض الفانكشنات. في مثلا فانكشنز بتجيب الاكت مين اليوزرات اللي عملت لوجن على الاجهزه بجهاز معين مين شو الجروبات الموجودات مين الممبر تبعت الجروبات وهكذا بقدر استخدمها لحتى اعمل بعض انواع الاتاكس. فخلينا نرجع للكالي الان ونشوف كيف احنا ممكن يعني نعمل بعض الأمثلة على هذا الأمر. احنا بعدنا يعني بعدنا من قاعدين نعمل warming up فيعني بعد ما خلصناش الأمور. طيب في عندي واحد من الأتاك بتذكره قبل شيء لما حكينا عن الكيربروس أتاك حكينا انه في عندي أتاك اسمه كيربروس او بروتوكول اسمه كيربروس. هذا الكيربروس في أتاك اذا كان في عندي شيء اسمه service principal names. السيرفيس برنسبل نيمز هي عباره عن ايش اي ابلكيشن او اي سيرفيس رننج بيوزر موجود على ال جويند على الدومين او موجود على الاكتف دايركتوري بقدر استخدم التاك هذا اسمه كيربرستنج لحتى اجيب الهاش تبع الباسورد تبعت اليوزر هاي او تبعت التيكت تبعت هذا بعدين بستخدم اي تول اخرى لحتى تعمل كراكنج له. طب خلينا نشوف كيف ممكن نعرف شو في سيرفيس برينسيبل نيمز موجودات عندي على الاكتف دايركتوري سيرفر. في تكنيك كثير واحده منهم جيت يوزر اس بي انس هاي موجوده برضو بالامباكت هاي بالامباكت هاي اشوف الهيب تبعها بالهيب تبعها بقول لي حط لي ماينس الدي سي داش اي بي 10.02 15 اللي هو الاي بي ادرس تبع الدي سي وفي عندي هنا لو طلعت شوي لفوق بقول لي ايش حط الدومين مع الباسورد يعني بده الدومين مع الباسورد اللي بدك تشبك من خلاله فبقول له هون تكنا او مش دومين مع الباسورد عادل دوت كريستن at
تكناوي دي سي دوت لوكال. هسا بطلب من الباسورد تبع هذا اليوزر، بدخله او يوزر دومين دومين على يوزر، اوكي انا اسف، دومين على يوزر، اوكي انا تو مش ات هيك. هاي الباسورد اللي عملناها كراكنج قبل شوي، قال لي انه في عندك تو سيرفيس برنسبل نيمز، تو سيرفيس برنسبل نيمز. واحده من الاخطاء الشائعه اللي بيخطئوا فيها السيستم ادمنز على الاكتف دايركتوري انه بروح بشغل سيرفيس بس عشان يريح نفسه. السيرفيس بدها بعض الصلاحيات، فبروح شو بيسوي؟ بشغلها بصلاحيات يوزر مثلا زي هنا، هذا عامل ديليجيشن، يعني عامل مشغل السيرفيس هاي اللي اسمها مثلا هنا السيرفيس برنسبل نيم تبعتها اسمها ماي سيكوال اندرسكور اس في سي، سيرفيس تبعت الماي سيكوال هي عامل سيميوليشن فقط، بشغلها باليوزر الادمنستريتور اللي جويند على الدومين. الادمنستريتور هذا غالبا بيكون هو الدومين ادمن. فاذا قدرنا نجيب الهاش تبع الباسورد تبعت اليوزر اللي اسمه ادمن ونحاولنا نعملها كراكنج، بنكون نقدر نشبك بيوزر هذا بصلاحيات هذا، تمام. ففي عندنا هون تو سيرفيسز عندنا هاي. طب كيف ممكن اسويها الان؟ بنفذ نفس الكوماند وبقول له ماينس ريكويست. الماينس ريكويست هاي اضافه للكوماند شو بتسوي؟ بتبعث تعمل زي فيك تي جي تي ريكويست، بتطلب من السيرفر او من الكيربروس البروتوكول هاي الاي اس والكي دي سي والكذا انه يعطيني الهاش تبعك، انا بدي اطلب منك ريكويست بعث لي الهاش تبعت هاي الامور. فراح نشوف الان كيف بتسوي الامور هاي. فرجعت لي هون، طلبت من تو سيرفيسز، رجعت لي المعلومات تبعت هاي تبعت السيرفيس الاولى اللي هي اللي شغاله باليوزر اللي اسمه عادل كريستن، والثاني اللي بي ايش باليوزر تبعت الادمنستريتور. هسه باخذ هاي واحده من يعني الامور، بقول بقدر اقول له جي اديت كيرب دوت تي اكس تي، خزن لي اياها بملف اسمه كيرب دوت تي اكس تي وسيفها. وبعد ما سيفنا هذا الامر بعد شو بقول له هون؟ بقول له اعمل لي كراكنج له. كيف بدي اعمل له كراكنج؟ في عندي تول اسمها هاش كات. الهاش كات ميزتها انها فيها تدعم كروت الشاشه، اذا عندك جي بي يو عالي عشان تسرع من عمليه الكراكنج للباسوردز اوف لاين بتسرع منها. ممكن نقول له ماينس ام ال 13100 هي الانتي الم فيرجن 2 هاي، يعني المود تبع الانتي، يعني بدي اعمل كراكنج للانتي الم فيرجن 2. بعدين هون بقول له كيرب تي اكس تي، بعدين بعطيه الوورد ليست تبعتي روكيو ماينس ماينس فورس. ايش؟ لانه باي ديفولت الهاش كات بتحاول تحكي مع مين؟ بتحاول تحكي مع كرت الشاشه، فانا يعني عشان تتعامل مع الجي بي يو، فانا بقول له اعمل فورس ما تتعامل مع الجي بي يو، بكبس انتر راح تلود الملف وراح تحاول تعمل كراكنج للباسورد. فقالت لي انه اليوزر اللي اسمه عادل كريستن لقيت انه الباسورد تبعته كلمه قيمه باسورد هيها، قدرت اعملها كراكنج. هسه قاعده تحاول هي شو تسوي؟ تعمل كراكنج للباسورد الثاني تبعت اليوزر اللي اسمه ادمنستريتور. لعل وعسى هذا اليوزر او اذا اي يوزر ثاني، احنا بحالتنا كان الادمنستريتور، اي يوزر ثاني كانت شغاله السيرفيس برنسبل نيم او يعني السيرفيس هاي رننج بهذا اليوزر عشان تاخذ صلاحيات معينه منه لانه بتشتغل فيه، ممكن اذا قدرنا نجيب الهاش تبعه احنا قدرنا نجيبه، اذا قدرنا نفكه باستخدام الهاش كات بالوورد ليست تبعتي اللي مستخدمها بيكون اشي كويس، وبالتالي انا ايش؟ قدرت ادخل بصلاحيات هذا اليوزر اذا كان ادمنستريتر او غيره. هون عندنا بالكيس تبعتنا كان اليوزر هو عباره عن ادمنستريتر يوزر، ادمنستريتر يوزر. طيب في اسئله؟ انا اشوف اذا في اسئله عشان يعني بعد ما ينتهي عمليه الكراكنج. تمام ما فيش اسئله. في واحد من الاسئله جاوبت عليه، في واحد راح نجاوب عليه بعد شوي لما نيجي نحكي عن باخر المحاضره عن الجولدن تيكت، شو مفهوم الجولدن تيكت. طيب
بعده الآن قاعد يحاول يعمل كراكينج، ممكن كمان برضه هنا يعني ممكن نقول له الستيتس، وريني الستيتس تبعتك وين صرت انت، وقول لي صار مخلص هالقد باسورد. ممكن ياخذ وقت شويه، وانا لاني اتوقع حاط الباسورد شويه مش بالروكيو مش موجوده ببدايه الملف، فراح تاخذها شويه وقت. طيب خليه يشتغل ونبدا بشيء اخر، نبدا بشيء اخر. طيب بشغل تيرمينال جديد اخرى، خلينا نشوف تول ثاني من التولز الكويس كثير. اذا ما كان عندك تولز هاي مثلا وانت شابك من ويندوز وتعمل بنتريشن تيستينج من جهاز ويندوز شبكته على دومين وتعمل من خلاله تجمع معلومات وكذا زي هيك، في عندنا السكريبت اللي اسمه باور فيو. انا عامل هون بس حاط الكوماندز عندي هون، بعض الكوماندز الباور فيو هيو موجود هنا، هذا هو السكريبت، هو باور شيل سكريبت. طيب اول شيء بدنا نعمله بالباور فيو اللي هو كالتالي، بدي اجي اقول له في عندنا شيء اسمه ايفل وين ار ام. الايفل وين ار ام بيحاول يشبك على الوين ار ام سيرفيس البورت تبعها اللي 5900 وشيء، بيحاول يشبك عليها عن طريق يوزر نيم باسورد اذا كانت الوين ار ام سيرفيس فعال ومفتوحه على السيرفر. اذا بتعمل سكاننج بالان ما بتلاقي انه البورت مفتوح، وبالتالي بما انه مفتوح انا بقدر احاول اشبك عليه. طيب كيف ممكن نشبك على الوين ايفل وين ار ام؟ بقول له ايفل وين ار ام ماينس اتش الهيلب تبعها. طبعا شوي الجهاز بطيء لانه قاعد يعمل كراكنج. قال لي اعطيني بالايفل وين ار ام حط لي الاي بي ادرس او ال 10 0 10 او خلينا نقوله زي هيك بس عشان ما نخربط. هاي كيف اشبك على هذا الاي بي ادرس والسيرفر، هذا اشبك على الدومين كنترول باستخدام هذا اليوزر، او بقدر اشبك على اي جهاز ثاني اذا مفتوح البورتات تبعت هاي. ممكن اشغل البي اس اكزك اذا كان بورت الاس ام بي بورت والنت بايوس والار بي سي مش مفتوحات، بقدر اشبك على عن طريق في شيء اسمه بي اس اكزك برضه تول ثانيه. بشبك باليوزر نيم باسورد، هذا جاب لي شيل على شكل باور شيل، يعني بقدر انفذ كوماندز باور شيل كوماندز، بقدر انفذ باور شيل كوماند. طيب في عندي هذا موجود على الانترنت، هذا هو الباور فيو، بقدر اعمل له ايش؟ داونلود الان، او يعني بقدر انزله على الماشين. طبعا هنا رفضت الاتصال كان هسه. شبكتها هي جابت لي باور شيل سيشن. طب واحده من السكريبت هذا اذا بدي اعمله داونلود، بس بدي اعمله داونلود مش طوال على الجهاز، في عندي شيء بالباور شيل اسمه داونلود سترينج مش داونلود فايل. داونلود فايل بتخزن لي على الفايل سيستم، بس داونلود سترينج بتحط ليها بالميموري، بتحطها بالكاش لحتى يعني احاول اتجاوز الانتي فايروس. بس طلعوا الان شو راح يصير. اذا عملت انتر حاولت اعمل داونلود لهذا الملف، قال لي ايش؟ The script contains malicious content. في عندنا شيء اسمه امزي AMSI انتي فايروس انتي مالوير سكانر انترفيس AMSI. مايكروسوفت عامل AMSI عشان تعمل بريفنت لبعض الماليشس كود زي الباور شيل كود وكذا هاي انها تتنفذ عندي. فاكتشف انه هذا الباور فيو ايش عباره عن ماليشس كود. طب كيف بدي اتجاوزه؟ واحده من التكنيك انه اعمل زي اوفسكيشن للكود. كيف يعني اوفسكيشن؟ بدل اعمل زي ايش، هاي واحدة من الكودات اذا بنكتبها الان، هاي بتعمل ايش؟ بتعمل زي باي باس للامزي بعدة شغلات، بتعمل مثلا كابيتال لتر وسمول لتر، وبتحط بعض الكاركترز اللي يعني اللي ما لهم معنى او بيطبعوا له قيمه وكذا زي هيك. هذا بالباور شيل، اللي بيعرف باور شيل بيعرف كيف بتشتغل هاي. بالنهايه هاي بتعمل ايش؟ انه هو اعمل لي ديسيبل او تجاوزي الامزي. فلو شغلناه الان هذا وعدنا كتابة الكوماند هاي قبل هنا، تنفذ ولا كأنه في أي مشكلة مفروض.
تنفذت بدون اي مشكله، بطل انه يعتبر لي الانتي فيروس انه هذا الكود ايش؟ ماليشس كود. ليش؟ لانه انا نفذت كود، الكود هذا لما عملت داونلود للباور شيل او الباور شيل سكريبت صار يعمل لي له ايش؟ اوفسكيشن تكنيكس، بحيث انه يتجاوز التكنيك تبعت الانتي فيروس او الامزي الموجوده على ويندوز. طيب هسه هذا السكريبت ما انه تخزن بالميموري في مجموعه من ال سي ام دي ليتس بنسميهم، اللي هم زي كوماندز موجوده جوات او فانكشنز موجوده جوات. مثلا في جيت نت يوزر، جيت نت يوزر جيت نت يوزر بتجيب لي اليوزرات كلياتهم اللي قبل شوي شفناهم اللي استخدمنا الجيت يوزرز الاي دي يوزرز بالهاي، بتجيب لي اياهم كلياتهم، بتجيب لي اياهم كلياتهم على التارجت ماشين اللي عندي، بس ما بتجيبهم بس هم، بتجيبهم هم ومعلومات عنهم. يعني بتجيب مثلا والله اليوزر نيم، اسمه، متى الاكونت انعمل، اذا في شيء بالديسكريبشن. طب في عندنا كمان مشكله كثير ناس بتعاملوا فيها اللي هي كالتالي. كثير من الاحيان الاكتف دايركتوري ادمنستريتور، هاي واحده من الايشوز اللي بتصير دائما، الاكتف دايركتوري ادمنستريتور بيكون عامل يوزر، واليوزر هذا مشغل فيه سيرفيس معين. عشان ما ينسى الباسورد تبعت اليوزر هذا، لانه اذا نسي راح تصير مشكله وراح توقف السيرفيس وكذا زي هيك، بيروح بحط الباسورد وين؟ بالفيلد اللي اسمه ديسكريبشن، بالفيلد اللي اسمه ديسكريبشن. فاحنا ممكن برضو واحده من التكنيك انه احاول اشوف هل في يوزرز من اليوزرات الموجودات على الاكتف دايركتوري هون في بالفيلد اللي اسمه ديسكريبشن يوزر نيم، او في معلومات معينه ممكن تكون فيها باسورد او غيره، برضو هاي ممكن نسويها. شوفك شو سوى هون، يعني تنفذ كثير فاضطريت اوقفه عشان بس انفذ سكريبت معين، ما بدي ارجع كل المعلومات. طلع هون خلص وقال لي انه يوزر الادمنستريتور قدرت اعمل له كراكن، كانت الباسورد تبعته ايش؟ هاي علامتين تعجب سوبرمان 123، هاي الباسورد تبعت يوزر مين؟ الادمنستريتور. فقدرت افكه عن طريق اتاك بنسميه كيربروستنج اتاك. كيربروستنج اتاك اللي هو بيعمل سيميوليت لا ريكويست تطلع للتي جي اس، بتطلب الهاش او التيكت تبعت السيرفيس برنسبل نيم، فبحصل عليها. طب قلنا السيرفيس برنسبل نيم هو عباره عن يوزر او سيرفيس بتكون شغاله بيوزر موجود على الاكتف دايركتوري، فانا اذا حصلت على هاي وقدرت اعملها كراكنج بكون حصلت على الباسورد تبعت اليوزر هذا اللي انا بقدر ادخل من خلاله على السيستم، فعرفت انه هذا اليوزر ايش؟ هذه القيمه تبعته. طب كيف ممكن ندخل فيه اليوزر هذا؟ عادي نفس ما سوينا قبل شوية، وين ايفل وين ار ام، هاي بعيد تنفيذ هاي، بس ايش بحط الباسورد تبعت مين؟ تبعت الدومين كنترولر. سوبر مان 123 وبدخل جوا الجهاز بقول له هو ام اي، تمام. ممكن اقول له هو ام اي على اول مثلا، هو على بريف بطلع لي الصلاحيات تبعتي شو هي وشو الامور اللي معي والجروبس والكذا، اللي بدي الجروبس والهاي. فانا معي فول بريفليجز على السيستم، فبقدر اعمل اي شيء على السيستم الان، لاني قدرت الاقي انه الادمنستريتور هون مشغل سيرفيس تبعت الماي اس كيو ال بصلاحيات بيوزر الدومين ادمن اللي اسمه ادمنستريتور، فمشغلها وقدرت اخترق هاي السيرفيس. طيب هون خلينا بس نشوف بعض الاتاكس. انا حاط عندي هون في سكريبت فايل، هون هيو التكست فايل، حاط فيه بعض الكوماند بس عشان ما انساهم، لانه صعب الواحد يحفظ كل شيء.
خلينا نشغل شاشة جديدة، كاميرا جديدة و... طيب هاي الكوماندز اللي احنا شغلناها قبل شوي عشان تتجاوز وهاي الامور كلياتها. برضو احنا بنقدر نعمل الشغلة التالية. في عندنا شيء اسمه جيت سيستم. الان افرض جدلا انا لما قبل شوي لما شغلت الباك دور او لما جبت ريفيرس شيل لما جاني على الميتاسبلويت اجاني صلاحيات من يوزر اسمه عادل كريستن. عادل كريستن هذا مش ادمنستريتر يوزر، مش يوزر ادمن. طيب افرض انا الريفيرس شيل اللي جاني عملت بتكنيك او باخر وحصلت على صلاحيات الادمنستريتر، عملت عن طريق الجولدن تيكت، عن طريق الدي سي شادو اتاك، عن طريق او دي سي سينك اتاك والامور هاي كلياتها، وعملت وجبت صلاحيات يوزر الادمنستريتر. هسه واحدة من الامور كالتالي، اذا انا حصلت على صلاحيات يوزر الادمنستريتر بحاول اعمل دمبينج للهاش اللي موجودة بالميموري. واحد من الاتاكس اني استخدم فيه تول اسمها ميميكاتس، يا بستخدم ميميكاتس نفسها او بستخدم موديول موجود بالميتاسبلويت خاص بالميميكاتس. فانا خلينا نقول له باك جراوند، بدي ارجع هنا بدي اعمل لوجو. افرض جدلا انه واحد شو راح سوى؟ قلنا له run. اوكي طيب خلينا نروح لو مين للويندوز، نروح على الويندوز. اذا اقول له هنا انا الويندوز منزل الملف هون بالداونلودز، اجيت هون قلت له رايت كليك run as administrator، اجاني ريفيرس شيل بدي اقول له get your id run as administrator شوي، او خلينا نعمل لوجف لوجن بيوزر ادمنستريتور ونشغل هاي بصلاحيات الادمنستريتور. بدي ادخل بيوزر الادمنستريتور، موجود هون هو باليوزرز هذا الكريستن داونلودز. نيجي نشغل هذا نقول run. طب نرجع للكالي، يجاني شيل هيو ادمنستريتور سيشن رقم 3. طيب هسه في عندنا شيء اسمه ميمي كادز او كمان سبتها اللي هي هاي جيت سيستم، اول شيء نقول له لازم نقول له جيت سيستم يعني عشان تعمل اليفيت للسيستم. فقال لي بانه انا صلاحياتي ادمنستريتور قدرت اعمل امبيرسونيشن احصل عن طريق التكنيك الاول اللي بيستخدمها التول هاي او الميتسبلويت. بعدين بدي اعمل لود للميميكاتس، عملت له لود للموديول اللي اسمه ميميكاتس او الاكستنشن. بعدين ميميكاتس كوماند ماينس اف، وبعد الماينس اف بحط ال او كوماند ماينس اف هيك بكتب له. هاي شو فكرتها؟ الان الويندوز اي يوزر بشبك على الويندوز
لما تيجي تشبك بيوزر نيم وباسورد تبعتك بتروح في سيرفيس اسمها ال اس اي اس اس لوكال سيستم اوثنتيكيشن سب شيء زي هيك سب سيستم اوثنتيكيشن كذا سكيورتي سيستم. هاي عباره عن شو بتسوي؟ هاي شغاله بصلاحيات السيستم يوزر تمام، وبتعمل بتخزن البلين تكست تبع اليوزر نيم تبعت اليوزرات اللي شبكت الباسوردات تبعتهم بلين تكست بالميموري. فاحنا عشان نقدر بانه صلاحياتي هسه ادمنستريتر عشان نقدر نحصل على صلاحيات السيستم بننفذ هاي الكوماند لحتى الميميكاتس تقدر البروسيس تبعت الميميكاتس تقدر تقرا من البروسيس تبعت اي بروسيس ثانيه. فهي فكره اللي هو البريفليج ديباج. هسه في عندنا كمان كوماند ثانيه بقدر انفذها انا. اوكي انا اسف هيك الكوماند نعمل له ديباج هيك. فقال لي اعمل يعني اوكي الامور. هسه في عندي كوماند ثانيه لازم اعمل ايش؟ اعمل هاي. هاي عباره عن شو؟ هاي وظيفتها هذا موديول لوجن باسوردز المخزنات بالميموري تبعت البروسيس اللي اسمها ال اس اي اس اس بعملها دامبنج من الميموري وبنقدر نقراها. فبنقدر هون نعيد الكوماند هاي ولكن ننفذ هذا الامر مره ثانيه. فراح قال لي شو؟ قال لي كل الشغلات اللي مخزنه بالميموري. نطلع فوق شوي فوق. فحتى لو انا جبت ريفيرس شيل على جهاز والشيل قدرت اعمل بريفليج سكيليشن وحصلت على صلاحيات ادمن بدون ما اعرف اليوزر نيم والباسورد تبعت الادمنستريتور هذا، فعمل لي دامبنج للباسوردات تبعتهم وجاب لي انه في عندي يوزر اللي اسمه ادمنستريتور تمام؟ الباسورد تبعته زي هيك لانه جابها من الميموري، كمان جاب لي يوزرات اخريات. جاب لي يوزر اللي اسمه اس اس اتش دي اندرسكور سيرفر، هذا لوكال يوزر. لوكال يوزر هي الباسورد تبعته دارلينج تمام. وبرضه اذا في يوزرات اخرى بيعمل لي دامبنج من الميموري وبرجع لي اياهم. فهي فكره الامور. ليش انا ممكن احتاجها هاي؟ لانه ممكن انا اخترق جهاز معين او يعني ادخل جوا سيستم معين اعمل دامبنج للباسورد تبعتهم اعمل اليوزرات لانه بدي استخدم اليوزر هذا موجود اكونت له على جهاز ثاني جويند على الدومين فبدخل على الجهاز الثاني. فلازم اعرف اعمل دامبنج من الميموري لحتى احصل على اليوزر نيم والباسورد من الميموري من الميموري. هاي يعني مجموعه من الاتاكس. طيب اذا في اسئله يعني خلينا نشوف الاسئله وبعدين نكمل باقي شغلات بسيطه بالموديول هذا. ما في اسئله. اوكي طيب تمام ما فيش اسئله. طب خلينا الان نستكمل باقي الجزئيات الموجودات عندي وعندنا وبالنهايه نشوف اذا في اي سؤال يعني نفتح الباب للاسئله للجميع يعني خلال فتره معينه من الزمن. طب في عندنا الان تذكروا قبل شيء لما حكينا انه في عندنا شيء اسمه تيكت جرانتنج سيرفيس. هاي التيكت جرانتنج سيرفيس هي المسؤوله عن ايش؟ عن انه تعطيني التيكت وتعطيني شو الجرانتس الموجودات عندي والاوثوريتي والامور هاي كلياتها. فافرض انا الان كنت شغال بيوزر واليوزر هذا شغال بسيرفيس برنسبل نيم تمام؟ وقلنا التيكت جرانتنج سيرفيس بتكون معمولها انكربشن باستخدام الانتي ال ام هاش تبع الاكونت تبع اليوزر للاكونت للايش اللي السيرفيس هاي شغاله فيه تمام. مش قلنا انه انا بروح السيرفيس بس من برنامج يكون نازل عندي بكون رايت كليك ومشغل الهاي. طيب الفكره الان بالسيلفر تيكت كالتالي انه انا احاول بما اني حصلت على التيكت فانا بعمل اكستراكت بحاول اعمل اكستراكت لا الانتي هاش تبع السيرفيس اكونت اللي التي جي اس شغالي فيها وبعدين بحاول ايش استخدمها لحتى اعمل لوجن بالسيستم من خلاله. فهذا السيلفر تيكت. بس السيلفر تيكت بكون مع صلاحياتي على ايش؟ صلاحياتي بتكون عبارة عن ايش؟ صلاحيات اليوزر اللي مشغل السيرفيس برنسبل نيم او التيكت جراندنج سيرفيس. مين اللي مشغلها؟ يوزر اسمه اكس واي زد معه صلاحيات معينة بتكون صلاحياتي معها.
فالفكره كالتالي الاتاك هذا بيعمل الاتاكر بحاول يسرق الاكونت انتي الام هاش اللي شغاله في تي جي اس بعدين بيعمل فورج يعني بزيف ريكوست بشكل معين بعدين بيستخدم هذا الهاش بانه يبعث ريكوست تبين ان الريكوست هاي جايه من التي جي اس بس هي جايه من الاتاكر لحتى يعمل اكشنز وذاوت ما انه يحكي مع الكي دي سي. طيب كيف هاي بتتم؟ من خلال ال ككوماند في كوماند اسمها تيكتر. التيكتر كوماند هاي موجوده بالامباكت، الامباكت اللي شفناها قبل شويه اللي فيها الجيت اس بي ام والكذا زي هيك. هاي الهاش بعد ما جبته الهاش تبع ال السيرفس اللي شغاله على الجهاز اللي هو السي اي اف سيرفس هاي او اللي هي كانت هون السيرفس برنسبل نيم اسمها سي اي اف اس واحده منهم او السيرفس تبعت الماي سيكوال اس في سي. جبت الانتي هاش تبعها او انتي لم هاش تبعها تمام. بعدين عشان اقدر اشن هذا الاتاك بدي اجيب الاس اي دي او السكيورتي ايدنتيتي تبعت الدومين يوزر اللي شغاله فيه الهاي فبجيب الاس اي دي وبعدين بجيب الدومين نيم هون مسميه adsec.local بعدين بقول لي استخدم لي السيرفيس برنسبل نيم الاسم هيك. هاي شو بتعمل؟ هاي بتعمل بتحكي مع ال تي جي اس وبتعمل ايش؟ بتعمل لي ايش هنا؟ بتعمل كرييت للتيكت وبترجع لي قيمه التيكت. قيمه التيكت بترجع لي الملف بيكون موجود هون اسمه راندوم اندرسكور يوزر دوت سي كاش. هذا الملف بروح بستخدمه عشان بسوفت وير بتول اسمها بي اس اكزيك او اي تول اخرى موجوده بالامباكت تمام عشان اقدر استخدم التيكت اللي عملت لها داونلود واشبك باليوزر هذا وذاوت ما اني اعرف اليوزر نيم تبعت هذا اليوزر. هاي بسموها واحدة من الاتاكس بسموها باس ذا تيكت اتاك. باس انا بحصل على التيكت وبستخدم التيكت لحتى ادخل من خلالها ب اليوزر نيم والباسورد او بالاكونت تبع هذا اليوزر وذاوت اليوزر نيم والباسورد. وفي عندنا شيء اسمه باس ذا هاش، اذا حصلت على الهاش تبع الباسورد باخذها وبعمل لوجن من خلالها. طب الجولدن تيكت لا، الجولدن تيكت هاي بتصير هسه قلنا بالسيلفر تيكت الاتاكر بحصل على صلاحيات اليوزر اللي شغال فيه السيرفيس برنسبل نيم لما يعمل اتاك هذا. بس بالجولدن تيكت لا، الجولدن تيكت الاتاكر بيعمله متى؟ لما يحصل على صلاحيات الادمنستريتر يعمل بريفليج اسكيليشن ويحصل كل شيء. الاتاكر بيحاول يعمل اتاك لحتى يحصل على قيمه مين ال 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 بصير هو كانه يعني بصير هو يعمل يرد على الناس الثانيين زي كانه الكي دي سي والسيرفز اللي هم الاي اس والتي جي اس الموجودات بالكي دي سي بصير يشتغل من خلالهم. بس هاي بتحتاج انه صلاحيات اليوزر اللي يحصل على الجولدن تيكتس انه يكون ايش؟ يكون دومين ادمن. برضو هذا يعني مثال على كيف انك تعمل الجولدن تيكتس كاتاك على هون. طب كيف انا ممكن الان اخر شيء يعني بالمحاضره ممكن كانت شوي فاست بيز المحاضره الميتيجيشن تكنيكس. الان الناس اللي شغالين بالبلو تيمينج شو ممكن يعملوا؟ تاكد دائما وابدا انه الالمنار والام بي تي ان اس عندك بالنتورك تبعتك معمولهم ديسيبلينج عن طريق الجروب بوليسي عن طريق الجي بي او جروب بوليسي اوبجكتس عن طريق الاوبريتنج سيستم نفسه في فيتشرز على كارت النتورك كذا بتقدر توقف الام بي تي ان اس وكذا بحيث لو انت حاولت تحكي مع سيرفيس والسيرفيس ما فيش لها دي ان اس اللوكال الفايل الهوست فايل فشل والدي ان اس فشل ما يشتغل البروتوكول ام بي تي ان اس ولا الالمنار. برضو تقدر كمان تعمل ليميت للكوميونيكيشن بين الورك ستيشنز الاجهزه اللي شابكه مع الدومين مع الدومين نفسه مع النتورك نفسه او الاجهزه بينهم وبين بعض تعمل ليميت عشان تقلل من الاتاك سيرفيس اللي ممكن يصير عليك. كل ما تعمل ليميتيشن اكثر كل ما كانت ايش بتقلل الاتاك سيرفيس اللي ممكن يصير عليك. برضو كمان ال WPAD اللي هو الويب بروكسي كذا هذا البروتوكول برضو هذا ليجاسي بروتوكول لازم يتوقفه في رخص امور معينه بس على جوجل وهي الخطوات كيف تعمله ديسيبل. برضو كمان اي واحد معهوش administrative privilege ما مفروض انه ما يقدر يجمع معلومات عن اليوزر. في بعض السكريبتات ممكن تنفذها في بعض التولز تمنع اي يوزر حتى لو valid user على على الاكتف دايركتوري انه يقدر يجمع معلومات عن الداتا عن من الاكتف دايركتوري زي يجيب شو اليوزرات الموجودات الديسكريبشن تبعتهم وكذا. ايضا بدك تعمل تقدر استخدم دائما وابدا الكيربروس ووقف الانتي ال ام
والاس ام بي سايننج فعلها، لانه اذا كانت ديسيبلد بتؤدي الى انه يصير الانتي لما اتاك عليك انت. ال داب سايننج برضه بدك تفعلها حتى يصير الكونكشن بينك وبين ال داب او بين مع ال داب سيرفر يكون سيكيور. وبرضه هون في عندنا مجموعه من الميتيجيشن تكنيكس ممكن تستخدمها بالانتي الم ريلي. طيب الان بس يعني بالنهايه عشان تجهز لاب زي اللاب اللي سويناه، سواء نطبق عليه الاتاكس اللي حكيت عنهم بشكل سريع اليوم او اي اتاك اخرى موجوده على الاكتف دايركتوري زي الدي سي سينك اتاك زي السيلفر تيكت، وتطبق عليه اتاكس اكثر، اول شيء يفضل تنزل اقل شيء ويندوز سيرفر 2016. بعديها طب كيف بدي اجهز انواع الاتاكس هاي كلها؟ في شخص هاي الجيت هاب اكاونت تبعته عامل سكريبت اسمه فولنربل اي دي، انا اللي مستخدمه حاليا، هو يعني انا بشكره لانه وفر علي عمليه السيت اب، يعني خلال بس عملت انستوليشن للويندوز سيرفر نفذت السكريبت، عمل كل انواع الاتاكس السيلفر تيكت والكيربروستنج والانتي ال ام والامور هاي كلها تعملها، وحتى اضاف يوزرات لحاله. فهذا السكريبت بيعطيك خطوات نزله من الجيت هاب ونفذه، فبيضيف لك يوزرات على على الاكتف دايركتوري، وحتى بيعمل لك انستوليشن للاكتف دايركتوري، فيش داعي تعمل انستول وكونفيجر الاكتف دايركتوري، بيعمل لك اياها انستوليشن وبيستخدمها وبتقدر تتعامل معها بشكل طبيعي وتطبق الاتاكس اللي حكينا عنهم اليوم. الله يعطيكم العافيه. هون انا هيك يعني كانت شوي سريعه المحاضره، كنت بتمنى انه نقدر نحكي عن اتاكس اخرى، بس يعني يا دوب ساعة ونص أخذت يعني هاي الأتاكس اللي حكينا عنهم، وكانت بشكل سريع ما دخلناش فيهم ديبلي، لأنه لما ندخل فيهم ديبلي بدنا وقت طويل كثير. فإذا في أي سؤال أي استفسار أنا هيني موجود، يعني يا ريت تحطوا لنا إياه بالتعليقات لحتى أقدر أجاوب عليه. ما بعرف إذا في حدا معنا موجود حاليا. يعني نعطي 5 دقائق للأسئلة. طيب يبدو انه ما فيش اسئله لحد الان. الأسئلة الموجودة جاوبت عليها، فيبدو ما فيش أسئلة. يبدو ما في أسئلة، في تشات. طيب نشوف. شكرا يا فوزي وإياكم إن شاء الله. بس إذا في أسئلة يا ريت تسأل يا فوزي، يعني أو أي حدا موجود عندنا، رامي، محمد، عبد المؤمن. ان شاء الله بحاول يعني انه على الشانل تبعتي على اليوتيوب انه خلال الفتره القادمه هيك اسجل مجموعه من الفيديوهات هيك الصغيره تحكي عن الاكتف دايركتوري اتاكس والميتيجيشن، تكون بشكل اكبر من هيك، بحيث انه يعني لانه بيكون واحد مسجلها ورافعها بتكون تقدر الواحد يعني معه وقت، فبقدر انه يسجل فيها او يحكي فيها مواضيع مختلفه يعني ويتوسع بالمواضيع.
شكرا لوجودكم معنا اليوم، وسامحوني إذا كان في تقصير مو يعني من طرف سواء بالكوميونيكيشن أو بالهاي، أو إذا يعني في شغلات ما كانتش واضحة. إذا في أي سؤال أو أي استفسار يعني تقدروا تراسلوني على الإيميل تبعي أو على السوشيال ميديا أكاونتس تويتر لينكدين أو غيره. والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله المرة القادمة السنة القادمة إن شاء الله نلتقي في القاهرة فيزيكلي مع بعض، ويكون في نقاش أكثر، ويكون في مواضيع أكثر، يعني مواضيع فيها براكتيكال أكثر، وتكون وركشوب أطول شوي إن شاء الله. فالله يعطيكم العافية، وشكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا، وإن شاء الله المرة القادمة بتكون الأمور يعني السيشن بتكون أفضل من السيشن هاي إن شاء الله.